ولمعلومات أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتور دوميت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي. دكتور دوميت، أهلا بك معنا. إذا مع ارتفاع حرارة الغلاف الجوي، المركز القومي الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد أشار إلى أن جليد المحيطات القطبي تقلص إلى حد قياسي في أواخر فبراير شباط، ما هي تبعيات هذا الموضوع؟ نحن عارفين هذا الموضوع من زمان، وكنا عم نحذر ونقول لهم انه الحراره ما بقى في مطرح بالكون يمتصها، المحيطات امتصت ما فيه الكفايه، الارض امتصت ما فيه الكفايه، الاحتباس الحراري صار ذروته بالجو، وعم صارت انقسم التبريد، البراد بتنفسر شوي للمشاهدين، البراد اللي بده يضل مبرد العالم اليوم هو القطب الشمالي. هالبراد هيدا بلش يدفى، عندما بيدفى هالبراد ما بقى في عنا براد، شو بدنا نعمل؟ ولا شك الكتل الهوائية الحارة وصلت للقطب الشمالي وارتفعت درجة الجليد، ارتفعت 20 درجة لصارت تحت بحدود ال 10 درجات تحت الصفر. شو العمل؟ لحد اليوم ما في أي خطة مواجهة عالمية يا إخوان يا قيادات العالم، لحد اليوم ما في خطة مواجهة وحدة. نحن رايحين نحو المجهول، نحن رايحين نحو الكارثة، نحن رايحين نحو حرق كوكب الأرض. ما بقى يمشي ولا بشكل تمشي الأمور السابقة. حان الوقت ليكون في عنا استراتيجيات جديدة بأقصى سرعة نقدر نعملها، لأنه هذا الموضوع ولا بشكل من الأشكال ولا بشكل بقى يتقبل. القطب الشمالي وصل لدرجة خطيرة جدا، الخطر دق أبواب القطب الشمالي، شو بدكم تعملوا؟ حان الوقت، هيدي صرخة بطلقها من أهم محطة. حان الوقت، في عنا كارثة عالمية بلشت توصل لكل العالم، وإذا رحنا وإذا هالمنطقة صارت دافية بشكل كتير كبير، وصلت لمرحلة شبه عيدية شبه وصلت لحرارة شبه قارة أوروبا، يعني نحن تدمر الكون كله، ما راح يعنى ما يكون عنا لا خط أول ولا ثاني ولا خط ثالث دفاع أبدا، ما بقى فيه. يعني بدي أعطي مثل بسيط، منطقة الشرق الأوسط سنة شايفي خط منطقة دفء كتير عالية مش صايرة بعد بتاريخها المنطقة. ألو، نعم دكتور. المنطقة الموجودة الشرق الأوسط مش موجود بعد ما صارت هيدي فيها، يعني عندنا شرق المتوسط عم نعيش فترة صيف كاملة، ما في أمطار، ما في متساقطات، ما في ثلوج، ما في برودة. هيدي أكبر خطر. يعني أنا أحذر العلماء، قيادات العلماء، القيادات السياسية، لأن علماء البيئة شايفينها، بس القيادات السياسية ما شايفتها، قيادات رؤساء الدول والملوك ما شايفين هالموضوع. هيدا كتير موضوع خطير جدا، بدهم ياخذوه على محمل الجد. بشدد على كلمة محمل الجد، إنه وصلنا للخطر الأكبر. حان الوقت، بدها خطط مواجهة، بدها خطط مواجهة، في خطط للمواجهة، بس ولكن بعد ما تنفذ ولا خطة. هون بدنا نبلش نقول وين المتساقطات؟ أنا بدي أسأل بالأردن وبالمنطقة العربية شو المتساقطات السنة؟ ما وصلت للنص، ما وصلت للثلث، لبنان ما وصلت للنص بعد حد هلا، سوريا ما وصلت للنص المعدلات، يعني في مرحلة يعرفوا إنه مرحلة كثير خطيرة. البحيرات الكبرى بلشت تجف، عارفين إنه البحيرات الكبرى خسرت بحدود 30 و35% من احتياطها المائي. نحن معناها اللي بيشتغلوا، الناس اللي بتشتغل على المستوى البيئة العالمي بيشوفوا الامور شيء، والناس اللي بتشتغل على مستوى بيئه محليه شيء اخر. اليوم البيئه العالميه مهدده، هذا الكوكب، كل ارجاء الكوكب مهدد، وعم بطلق صرخه كثير كبيره، ارجاء الكون كلها بخطر شديد من جراء التغير المناخي والاحتباس الحراري. بده عمل جدي، بده ياخذ قرارات كثير كبيره، في عمل على الارض بده ينشغل، في خطط مواجهه بدها تنشغل، هيدي بعد ما تنفذ منها شيء، في حدود لكل دوله. يعني بدي اقول لهم انه اليوم نحن وصلنا تحديدا اذا بدنا ناخذ ال 100 مليون برميل بترول وصلنا له بالنهار احتراق، هذا شيء خطير. الافزه من بالستينات كان عندنا 30 مليون برميل احتراق يومي، نحن صرنا اليوم بال100 برميل ورايحين لاكثر. هون الخطر الاكبر، في التطور السريع اللي عم تشهده الدول الكبرى، التطور السريع والدول اللي ما كان عندها نمو. يعني اليوم من تنزل على الاسواق كل سنه صارت بحدود 85 مليون سياره جديده، وعندنا تدعنا وعندها انطلاقه كثير كبيره لاستهلاك الوقود واستهلاك صناعي، هيدا خطر وصلنا له.
نعم. انا ادعو، عندي دعوه، عندي طلب من وسائل الاعلام العظمى مثلكم انتم، يصير في برنامج ثابت لتحديد البيئه مره بالشهر، لانه نص ساعه، ليكون في مواكبه. هذا البرنامج بيكون برنامج للقيادات وملوك الدول العالم، رؤساء العالم، رؤساء دول العالم وملوك دول العالم، فيعرفوا شو فيه، لانه الوضع كثير خطير. نعم، دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئه العالمي والمرجع البيئي العالمي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك.